الجائزة سن الحب شهيد بطل ناضل بالكلمة الرصاصة في قوائم الشرف بمداد من نور، ومن كل المعنيين بالشأن الثقافي في بلادنا الحبيبة. وكل احتفالاتنا لازم، وكل حصن لازم. هذا الاحتفاء يأتي تخليدا لذكرى بطل من أبطال الكلمة الذي قضى وبذل روحه في سبيل أن يقول كلمة الحق في وسط كل ما يحيط به من ظلام. اليوم مرور 5 سنوات على استشهاد فتاح بوزيد، وإحياء وتخليدا لهذه الذكرى أيضا بالتنسيق مع الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني يتم في هذه الذكرى الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة مفتاح بوزيد للصحافة. إنه شهيد الكلمة مفتاح أوض أبو زيد. شكرا لكم، شكرا استاذ جمعه. روح الشهيد مفتاح بوزيد. ايضا انشانا مكتب كنا وفي يافا، استمرينا في اصدار صحيفه برنيق، وانشانا مؤسسه برنيق للصحافه، وانشانا مكتب باسم مفتاح بوزيد، واطلقنا صالون برنيق الثقافي كله باسم الشهيد مفتاح بوزيد، ونسعى اذا استطعنا ان نطلق راديو برنيق باذن الله تعالى مستقبلا. بالطبع هذه الاحتفالية، ونحن أصرينا على هذه الاحتفاليات، وكنا نتمنى أن نحتفل بكل الشهداء لبنغازي، ولكن اعتبرنا كنا قريبين جدا من مفتاح بوزيد، ونحن زملاء له، ونحن تلاميذ إذا شئنا التعبير، فنحن استمرينا باسمه.